اهلا اهلا، قبل ما بلش هذا الفيديو بليز ما تنسوا تضغطوا على اللايك وبرضه ما تنسوا تشتركوا بقناتي. اذا هداك اليوم اكتشفت اشي غريب على الاخر واشي جديد وكيفت عليه كثير، حكيت لازم انا بالنهايه اعلمكم اياه، وهذا الشيء بخصوص الروج او المعروف بالحمره. اكتشفت بانه ممكن تعملوا انتو الاي شادو تتتا لروج. اذا حابين تعرفوا كيف يلا نبلش بالفيديو. اولا رح نحتاج لاي شادو تتتا، واهم من هيك لازم يكون اللون اللي انتو بدكم اياه. ثاني شيء رح تحتاجوه هو مرطب للشفايف. ثالث شيء مش مهم كثير ولكن انا بالنسبه لي محتاجيته، وهي ريشه للروج. اول شيء لازم نعمله هو مهم كثير هو انه نرطب الشفايف اول شيء. على فكره هذا المرطب فيه طعم ف لذيذ. ثاني شيء بدي اعمله هلا بدي اخذ الفرشاي. بنفع بنفس الوقت تستعملي اصبعك، بس انا بالنسبه لي اهم شيء اني استعمل الفرشاي، فراح احط الفرشاي على هاد بهاي الطريقه، وبس ضل علي اضع اللون على الفرشاي. بدي استعمل هاد اللون اللي هو زي هيك بني على سواد، فبالنسبه لي هذا اللون كثير عجبني، نفسي يكون روج وصعب كثير الاقي هيك الوان. ف اوكي، اذا زي ما انتم شايفين اللون اللي كنت بدي اياه هلا صار على شفايفي. اي يعني هلا قدرت اكون روج بس من اي شادو وبرضه من مرطب الشفه. الحلو بالموضوع اذا انتم بدكم لون تاني من الروج وعندكم اياه بالاي شادو بينفع بالنهايه تستعملوه كروج. الاشي اللي مش عاجبني فيه احيانا هو اذا بتحطي كثير مرطب وبعدين بتحطي كثير من الاي شادو، في وين بينفع بالنهايه بيكون كانه يبلط. لما قصدي ببلط يعني كانه في عم بتحطي لون فوق لون، فبتبين يعني في شقق هيك صغيره ببين عندك هون كانه في اشياء زياده على شفتك. وكمان الشيء اول مره ما تحطي اللون رح يكون شوي خفيف، ولكن اذا ضليتك تحطي اللون بعد ما تحطي انت اللون رابع مره رح تلاحظي انه اللون كثير منيح. الاشي الوحيد اللي مش عاجبني كثير بالموضوع هو بعديها بكون صعب شوي لحتى تنظفي الاطراف، فمن ناحيه رح تضطري تستعملي شوي من الكونسيلر او من الفاونديشن لحتى بالنهايه تخفي شوي من الاطراف. بس بالنهايه اعلمكم كيف تعملوا روج ما اي شادو. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، واذا حابين اعمل فيديوهات للمكياج اكتبوا تحت بالكومنتات، حابه اعرف اي نوع من المكياج حابين انا اعمل لكم اياه بالفيديو الجاي. ما تنسوا تشتركوا بقناتي والسبسكرايب تحت تحت تحت، فانزلوا تحت ودعسوا على سبسكرايب، فانزلوا يلا خلصونا ايش استنوا. ماشي حباتي وحبايبي، حابين الفيديو هلا واحكي لكم بحبكم بعشقكم وبموت عليكم، وان شاء الله استفدتوا من هذا الفيديو. باي باي. حرامي سارق لي جزداني، خوزقته ما في يوم مصاري، خوزقني في صورة صاحبتي، خوزقته طلعت صورته.